طيب الله أوقاتكم أينما كنتم مشاهدين الكرام، من استديوهات قناة الوطنية نحييكم ونقدم لكم مسائيتنا الإخبارية مستهلة بأبرز العناوين. أحزاب المنتدى تلقي بثقلها في الساحة وتخرج في مسيرة راجلة. الحزب الحاكم يعد عدته للرد على مسيرة المنتدى في 11 من نوفمبر. نقطة مياه تشعل فتيل الاشتباك في مقطع الحجار وتؤدي إلى إصابات في صفوف المتنازعين. سندباد الدبلوماسية الموريتانية يحط في عدة عواصم عالمية وثمانية وزراء يخرجون في مهام رسمية. من أمريكا رئيس حركة إيرا يهاجم النظام ويدعو الشعب الموريتاني إلى التسامح وفتح صفحة جديدة. في مسائيتنا تتابعون أيضا الحشد الشعبي يستجمع قواه لاستئصال شأفة داعش وتحرير تل عبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حضراتكم تفاصيل مسائيتنا الإخبارية. انطلقت قبل قليل رسميا مسيرات المعارضة الموريتانية من ساحتي ملتقى طرق مدريد وملتقى طرق بي ام دي، حيث تصدر قادة المعارضة المشاركين في المسيرات التي تجوب بعض شوارع العاصمة نواكشوط وتنتهي بمهرجان خطابي. وقد هتف الآلاف من أنصار المعارضة الموريتانية في مسيرات مساء اليوم بنواكشوط ضد تعديل الدستور، كما رفعوا شعارات مناهضة لحكم الرئيس الحالي محمد العبد العزيز ورافضة لما اسموه المسار الأحادية. قد كانت كاميرا الوطنية حاضرة في المشهد حيث أخذت عينة من آراء المشاركين في المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن نتظاهر أولا لأن هذا الحوار أحادي لم يراعي أن يحترم الموريتانيين فيأخذ بآرائهم، أن ينظم حوار يفرض على الشعب الموريتاني فهذا شيء لا ينبغي في نظام يدعي الديمقراطية. المسيرة تأتي لأن كل مخرجات الحوار وكل ما سيبذل في هذه الانتخابات كان هناك أولويات كبيرة تنتظره يجب أن ينصرف في مصالح للشعب الموريتاني. الشعب الموريتاني يعاني الويلات من ارتفاع الأسعار، يعاني الويلات في بعض المواسم فقد الصرف الصحي. أنا مشارك في كل مسيرة تهدف إلى إصلاح المجتمع، يا غير السادة والساسة والرؤساء والحكام هذا من المجتمع، إلين يصلح المجتمع كامل يدور يصلح الحاكم ويصلح كوميسار ويصلح ذا، وما حدنا ما فات إصلاح المجتمع ما لا يصلح، ما لا يصلح الأحزاب السياسية، ما لا تصلح المعارضة ولا يصلح الموالاة، يصلحها كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكي نعبر عن رفضنا لمخرجات الحوار الوطني الذي أعلن عنه مؤخرا، ولكي نعبر عن رفضنا لدولة العسكر، ولكي نطالب بالإصلاح، ولكي نعبر عن رفضنا لاستبداد الفرد ولهذه الدولة التي أدمنت الفساد، أتينا هنا اليوم كمجموعة من المواطنين الذين يوحدنا شعورنا بالوطن، يوحدنا شعورنا بأننا نريد إصلاحا لهذا الوطن، نريد أشخاصا ذوي ماض خالي من الفساد أن يحكموا هذا الوطن. ومعنا للتعليق على الموضوع نائب رئيس حزب حاتم أحد أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الأستاذ شريف الطاهر والمحمد محمود الذي يرحب به بداية معي هنا، أهلا وسهلا بكم. إذن دعنا أستاذ شريف نتحدث عن الشعارات التي ربما طغت على المشهد هناك في مسيرة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، يعني كانت إلى وقت قريب مسيرة من أجل ربما التعبير عن رفض تغيير الدستور والمأمورية الثالثة، لم تعد هناك مأمورية ثالثة، كيف أصبحت الآن المسيرة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر لكم الاستضافة، وفي البداية أشكر لجماهير نواكشوط شبابا وشيبا رجالا ونساء ولمناضلي المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وإخوتهم في الأحزاب المعارضة، أشكر لهم هذه اللوحة الحضارية الرائعة التي رسموها في هذا المساء،
والتي ربما أعلم الجهد الذي تبذلونه وصعوبة تنقل الكاميرا، أعتقد أن الكاميرا لم تأتي بها بشكل جيد. هذه اللوحة التي عبرت عن حقيقة الشعب الموريتاني كشعب يرفض المسارات الأحادية كما عبر حتى المشاركون في هذه المسيرة، كشعب أيضا لا يأبه للأسف للتهديد ولا للوعيد الذي أطلق، أثبت أنه عند الجد وعند المس بمقدساته ومكتسباته يخرج ويرفض. نحن لا نعتقد أن هناك شيئا تغير في الصورة. نحن من البداية رفضنا مبدأ المساس بالدستور في ظرفية غير توافقية، رفضنا الحوار حوارا أحاديا ينظمه طرف ليكتب فيه ما يشاء ويمليه على الشعب الموريتاني، وهذا راعيناه من البداية ومددنا يدنا لكل بادرة يمكن أن تفتح لحوار حقيقي جدي، لكن النظام للأسف صم الأذان واعتقد أنه بالإمكان أنه يمرر أجندة معينة ألف باء أو جيم. بالحقيقة لو أن الرئيس أصلا أعلن أنه لا يعتزم لشيء هو أصلا محصن بالدستور، ولكن الدستور الآن يتم انتهاكه، سيتم المساس بالعلم، سيلجأ إلى أشياء هي في الأصل باطلة، لأنكم لو راجعتم لمكونات المنتدى تجدون نوعين من الأحزاب في شكل في صيغته السياسية، أحزاب سياسية شاركت في آخر لعبة وهي صارعت الحاكم وواجهت الدولة ككل، وأحزاب لم تشارك لأنها تدرك أصلا أن اللعبة مغشوشة، وبالتالي ما سيترتب على هذا الحوار هو مخرجات باطلة حتى لو عرضت على الشعب، لأن المبدأ أصلا فاسد، لأنه لا توجد إرادة حرة يمكن أن نلجأها. الشعب الموريتاني منقسم ولا ينبغي المساس بالدستور في لحظات الانقسام السياسي والاجتماعي الحاد. جيد، لكن يعني هو الحوار على أي حال فتحت الأحضان للحوار الوطني من قبل النظام الحالي ولم تضع عراقيل ربما تعيق دخولكم في الحوار الوطني إلا ما كان من الممهدات والشروط التي طرحتموها وقد اعتبرها النظام حوارا قبل الحوار، لكن دعنا هنا نتحدث أساسا عن يعني استراتيجية المسيرات، استراتيجية النزول إلى الشارع، هذه استراتيجية قديمة انتاجها المنتدى أو المنسقية سابقا أيام الربيع العربي إلى غير ذلك، ومع ذلك لم تؤتي أكلها لا مع الربيع العربي ولم تستطع استقطاب الشارع الموريتاني. ليس فقط يقولون لك لم الأشخاص في مسيرة، هو التعبير الحقيقي عن الثقل السياسي وعن كثرة الأنصار إلى غير ذلك، هناك صناديق الاقتراع التي لم تذهبوا إليها، هناك الحوار الوطني الذي لم تذهبوا إليه، هناك خيارات كثيرة لم تذهبوا إليها، فهل فعلا لم يعد لديكم من أوراق تراهنون عليها سوى التنظيم المسيرات ويعني ما أشبه ذلك؟ شكرا سيدي. أولا نحن نراهن بعد الله سبحانه وتعالى على الوعي الحقيقي للشعب الموريتاني. أنا أعترض على الكثير من تسميات، هناك من يحضر إلى المسيرة عن غير وعي، لا ليست هي المشكلة، لا المشكلة الآن الموريتانيون الآن حتى ضغط الحياة وضغط أسعار الأرز وأسعار السكر عليهم تجعل الواحد يهتم بمشاكل اليومية حتى لا بالتالي نزولهم واهتمامهم بالشأن العام واهتمامهم بالشعب الموريتاني واعي وهو عامني وهو عامك، وبالتالي هو يساير أحيانا الحكام ولكن هو يعي كل شيء، وبالتالي نحن نلجأ للأساليب الديمقراطية المتاحة وننوعها، والمنتدى أعلن أن لديه حزمة آليات سيستخدمها لفرض أو رافض أي مساس بهذا الدستور، رافض أي أجندة أحادية ما تسميها، أنا أعترض على المصطلحات. لم يكن الحوار أصلا لا هو وطني ولا هو شامل ولا هو أصلا حوار، لأن الحوار يقتضي تباين في الرؤية، أنه يجر النظام أهل النظام ويحاورهم، وبعض الأحزاب اللي حتى التي كانت منخرطة فيها خرجت في آخر لحظة. جيد، لكن أستاذ المسألة غير موجودة. نحن أنا السؤال الذي سألتك إياه يتعلق اساسا بالبديل، يعني انتم لم تدخلوا في الحوار، الحوار انتهى، استل ستار النهايه عليه، لم تكونوا جزءا حتى تكونوا جزءا لم تكونوا جزءا منه، الخطوه التي قدمتم عليها هي مسيره، ما الجديد الذي حملته المسيره؟ ما البديل لانصاركم اليوم سوى الحوار؟ هذا جزء، نحن دائما البديل المطروح امامنا هو النضال السياسي السلمي الهادئ الذي يستشعر فيه الموريتانيون الامان. نحن والحمد لله هذه الالاف المؤلفه التي تنزل لا احد والحمد لله يشكو يبيع ويشتري، وهذا هو اللي نراكم مستوى من الوعي ويرسل رسالة لمن يقرأ ومن لا يقرأ. الواضح أن الألوف المؤلفة من نواشط
جوهرة موريتانيا كالوجه اللي يعكس رأيها العام. إذا كنا نحترم الرأي العام قال رأيه، من يريد أن يقرأ أو لا يقرأ هذه مشكلته. أيضا نحن هذا بداية خطة نضالية، هذه بداياتها، ولكل حادث حديث. نحن نسير ونقف مع الشعب الموريتاني وهو يبادلنا الثقة بالثقة، واتضح أيضا أن الكثير من الأشياء التي يقولها النظام غير صحيحة، هذا الأمن أو غيره، أن المعارضة هي بعد الله سبحانه وتعالى المسؤول الأول عن تأمين البلد وتوفير. لو لم يكن هناك أمن لما كانت انتهت مسيرتكم بخير، لو لم يكن انتم في بلد لو لم يكن مناضل ومناضلات وقيادات المتدى يحرصون على امن بلدهم هناك وحدات عسكريه سيدت. هناك وحدات عسكريه سيد الكريم سيدت تؤمن طريق مسيرتكم وقد انتهت المسيره بخير. نرجو الله سبحانه وتعالى دليل قاطع على وجود الامن. نرجو الله سبحانه وتعالى ان تظل موريتانيا بلد الامن والامان. ولو لم نكن موجودين لكانت هناك مشكله. اشكرك جزيل الشكر استاذ شريف طاهر عن حزب حاتم وهو احد احزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونواصل بعده مباشرة في مسائيتنا الإخبارية، فلا تذهبوا بعيدا. بكم من جديد. قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا تنظيم مسيرة شعبية حاشدة في العاصمة نواكشوط يوم 11 نوفمبر المقبل، وذلك لدعم مخرجات الحوار بما فيها تعديل الدستور والاستحقاقات الانتخابية. وأكدت مصادر أن الحزب الحاكم وائتلاف أحزاب الأغلبية سيعملون على التعبئة لتنظيم المسيرة التي يريدون لها أن تكون ردا قويا على مسيرة المعارضة التي أجرتها مساء اليوم السبت بالعاصمة نواكشوط. وأضافت المصادر أن الحزب الحاكم يسعى لأن تكون مسيرته هي الأضخم في تاريخ نواكشوط من أجل تأكيد مستوى الدعم الجماهيرية الذي يحظى به الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز وأغلبيته. وللوقوف أكثر على حيثيات الموضوع معنا هنا أحمد جدو للزين قيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية. أرحب بك بداية معي سيد أحمد جدو. شكرا. إذن دعنا نبدأ من حيث انتهت عجلة الزمن تحديدا عند مسيرة المنتدى الوطني للديمقراطية الوحدة التي شاهدناها مساء اليوم. يعني مسيرة أخذت كما كبيرا من الأنصار ومن الحضور الذين فعلا عبروا بصوت عال عن رفضهم لمخرجات الحوار الوطني، وصفوه بالحوار الأحادي، يعني مونولوج، حوار ذاتي صح التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لقناتكم الموقرة على استضافتي الرأي الآخر. بالحقيقة أعتذر عن استخدام عبارة أننا نشفق على هذه المعارضة، لأنها تحتاج فعلا إلى استشارة حقيقية سياسية، يجب أن تغير من أساليبها. هذا الأسلوب الذي أدى بها إلى هذا التقهقر والتراجع في الشعبية، بحيث يوميا نحن نشهد استقبال نشهد توافدا من قياديين، ونحن في 2011 كانت لدينا معارضة محاورة أقل من التي حصلنا عليها في 2016. إذن في الحقيقة نحن إذا كنا يمكن أن نصف اللعبة التي كانت بيننا بشد الحبل، فإننا نقول أخيناه بهم وتقهقروا، لأنه كانوا يرى هذا أول مرة ينظموا مهرجان بدون شعارات. هذا الحقيقة مهرجان بدون أي شعار، لأن كانوا يبنون استراتيجيتهم على أن هناك نقاشا لأمورية ثالثة. ولما كان فخامة رئيس الجمهورية وكالعادة في كل مرة يبهرهم بقراراته الشجاعة بحيث يوضح للرأي العام
ما ينوي ما يريدهم ان يخلطوا عليه افكار اللي الشعب يريد ان يخلطوا على الشعب الافكار. فالرئيس دائما يوضح ما سيكون في قادم الايام، وبالتالي فان الدستور هم الذين ارادوا ان يمسوه. نحن مثلا عندما يريدهم ان يغيروا سنه الترشح نجل ان تصل الفكره اكثر للمشاهد الكريم. بامكانك ان تتحدث باللهجه الحسنيه لا ضير في ذلك. نعم انا استطيع نجل ان تصل للجميع. في الحقيقه هم لما كانوا يبنوا استراتيجية معلنهم يعدلوا مسيرتهم وشعارها كان الأبرز أنه المأمورية الثالثة. نحن رخينا الحبل في ايديهم وتقهقروا. هذا اللي شفتوا التراجع الكبير جميعا لم نرى تراجع. نحن لاحظنا مسيرة بكم كبير، مسيرة عريضة للمتدربين بمقارنة مع الحشد والوحدة. أيضا لاحظنا من خلال الخطابات بأن هناك فعلا هناك رسائل سياسية واضحة مفادها أن النظام أقدم على حوار ذاتي كما قلت لك، حوار مع نفسه، مونولوج. لم يكن هناك طرف آخر في هذا الحوار، بالتالي لا يسمى حوارا، أقرب ما يكون إلى التفكير بصوت عال. وأيضا يعني المخرجات التي خرج بها كانت يعني دون المستوى المطلوب، يعني لم تكن تمس الهم العام الوطني. القيادات التي بقت معزولة، قيادات المنتدى اللي بقت معزولة تختصر الشعب الموريتاني في نفسها، وإلا لما قالت هذا. هي هذه المعارضة حشدت إعلاميا والوسائل أيضا حشدتها من أجل هذا المهرجان. أنا شاهدت بأم عيني حشودا من الباصات في تجونين وأتت فارغة. هذا ليس هذا شاهدته بأم عيني. أنا شاهدت الآن أيضا أن كانت الطرق سالكة، ما كان فيها أي زحمة ولا شيء، لأن بالفعل أعلن كان مؤمن لهم الطرق، لكن لم تكن هناك زحمة لأن لم تكن هناك جماهير. كان هناك حضورا باهتا بالمقارنة أيضا مع حشوده الماضية، وكان هناك خطابا باهتا بالمقارنة مع خطاباته الماضية. إذا هم عليهم أن يراجعوا ويقيموا مسيرتهم النضالية، ونحن نحتسبها بشكل موضوعي أنهم تقهقروا وتناقصت شعبيتهم. وبالتالي أيضا قلتم في حديثكم عن مهرجان الاتحاد من الجمهورية ومهرجان الأغلبية الذي سيكون إن شاء الله يوم 11 نوفمبر. هذا ليس ردا عليهم. نحن ملتزمين للشعب الموريتاني أن كل ما كان هناك حدثا بارزا أن نوصل لهم البعثات وأن نوضح لهم الأمور كي لا تلتبس عليهم، وهذا هو ما أردناه. هل هو توضيح للأمور وشرح لمخرجات الحوار، أم أنه تعبئة تحت الرماد لمأمورية ثالثة كما يقول البعض؟ حتى ولو نحن لا نراوغ، نحن لدينا أغلبية كبيرة. هل هو تعبئة تحضر نفسي وداخل القاعات داخل قاعات قصر المؤتمرات بعض المناضلين طالبوا بالمهورية الثالثة، وهذا أيضا طالب آخرون بزيادة سن الترشح. هذا كله حوارا داخل الجدران. أما نحن لا فنوضح للشعب الموريتاني قضية الدستور، لأننا نريد بالفعل، نحن نحترم علمنا الحالي، لكننا نريد أن نضفي عليه طابعا أيضا طابع مقاومة. نريد أن نضفي عليه تغييرا يتطلبه المرحلة وتطلبه ما يستحقه علينا استقلالنا. استقلالنا بالفعل كان نتيجة لمقاومة، هذه المقاومة نريد أن تظهر على علمنا. أيضا النشيد نريد أن نضفي عليه حماسة، هذا رأينا وإن وافقه الشعب الموريتاني. احنا الشعب برأيك شعب يعيش تحت وطأة غلاء الأسعار وغلاء المعيشة، وشعب أيضا يعيش تحت وطأة يعني تفشي خطر البطالة، وأيضا شبح البطالة الذي يخيم على الجميع. برأيك هذا الشعب مؤهل فعلا لأن يستقبل مثل هذا الاستفتاء على يعني تغيير لون علم، تغيير نشيد إلى غير ذلك؟ يعني صامعة مفترض. الشعب الموريتاني لم يقدم له نظاما أحسن مما قدم له رخامة الرئيس محمد العبد العزيز. نحن الآن في نواكشوط، مسيرات الاتحاد من الجمهورية ومسيرات الداعمة لرخامة الرئيس الجمهورية تكون حاشدة بفعل التغيير الذي حصل على العاصمة. العاصمة اليوم ليست مثل العاصمة 2008. الأحياء العشوائية قد خططت. نحن لدينا رصيد هنا انتخابي هناك لم يسبق له مثيل، لم يكن في الأنظمة السابقة. إذا هذا التضخيم، العالم كله يشهد أزمات اقتصادية في فرنسا وفي الغرب وكل شيء، ونحن أيضا لابد أن نتضرر من ذلك. لكن الشعب الموريتاني يختار
نظامنا ويختار فخامة الرئيس محمد العزيز لأن يستمر في الحكم. هذا يختاره الشعب الموريتاني. أما إذا كانت هناك حواجز دستورية فهذه هذا شيء آخر. أما الشعب الموريتاني فهو في كفتنا وفي كفة فخامة رئيس الجمهورية. إذن أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد جدول الزين قيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، شكرا لك على قبول الدعوة والحضور معنا هنا. مشاهدينا الكرام نشرتنا مستمرة، فاصل قصير ونواصل، فتفضلوا بالبقاء معنا. من جديد، سقط ما لا يقل عن 4 جرحى جراء صراع نشب اليوم في منطقة أغان غرب مقطع الحجار بولاية البراكنة واستخدمت خلاله الذخيرة الحية. وقالت مصادر إعلامية في ولاية البراكنة إن قوة الدرك الموريتاني تدخلت لاحتواء الموقف، حيث تم نقل الجرحى إلى المركز الصحي في مقطع الحجار لتلقي العلاج. ويعود الخلاف بين الطرفين إلى امتلاك نقطة مياه موجودة في المنطقة، حيث يدعي كل طرف امتلاكه لها ويحاول منع الطرف الآخر من استغلالها. وتثير مشكلة المياه في موريتانيا مشاكل متعددة، حيث لا تتجاوز تغطيتها 68% حسب الحكومة، ويعتمد عدد كبير من السكان على الآبار التقليدية في الحصول على مياه الشرب، وترتفع الحاجة إلى المياه مع موجات الحر ونضوب مياه الأمطار. غادر عدد من أعضاء الحكومة العاصمة نواكشوط بشكل متزامن مع بداية عطلة الأسبوع الحالي في مهمات خارجية. يوجد حاليا على الأقل 8 وزراء خارج البلاد في مهام متزامنة. كان آخر المغادرين وزير الاقتصاد والمالية والتشغيل والتكوين المهني اللذان توجها صباح اليوم إلى تونس للمشاركة في اجتماع ينظمه البنك الإفريقي للتنمية حول معالجة إشكالية تشغيل الشباب في إفريقيا. وغادر أيضا صباح اليوم كل من وزير الثقافة محمد الأمين والشيخ الذي اتجه إلى الكويت لحضور افتتاح مركز ثقافي هناك، ووزير الشؤون الاجتماعية أو وزيرة الشؤون الاجتماعية فاطمة متحبيب التي اتجهت نحو تركيا للمشاركة في أعمال دورة لمنظمة التعاون الإسلامية حول دور المرأة في التنمية. نظمت مجموعة من قيادات ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإحراطين مساء أمس مؤتمرا حمل عنوان إعادة التأسيس، وذلك في ظل خلافات داخل الميثاق ووجود تيار آخر يدعو إلى تفعيل الميثاق. وتم خلال مؤتمر إعادة التأسيس اختيار القيادي محمد فالو الهندية كرئيس لميثاق الإحراطين، وذلك بعد أن أعلن مؤخرا استقالته من حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارضة. وشارك في المؤتمر الذي احتضنته دار الشباب القديمة بنواكشوط عدد من الشخصيات، من ضمنها نائب رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا إبراهيم البلال وبعض الناشطين في الأغلبية الحاكمة والمعارضة. ويؤكد هذا المؤتمر قوة الخلافات التي تعصف بصفوف ميثاق الإحراطين، خاصة بعد مقاطعة مكتب الميثاق التنفيذي لمجريات المؤتمر. قال رئيس حركة إيرا برام الداه العبيد إنه يدعو الشعب الموريتاني إلى التسامح ورص الصفوف مهما كانت فئاتهم وأحزابهم ومنظماتهم للوقوف في وجه سياسة الرئيس محمد العبد العزيز، مؤكدا أنه يسامح الجميع ويطلب السماح من كل الموريتانيين. جاء ذلك خلال رسالة بعث بها رئيس حركة الحركة الانعتاقية إيرا برام الداه العبيد مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية. طالب من جميع الموريتانيين أنهم يرصوا صفوفهم ويصافى ويسامح يسوى شن هي فئاتهم، يسوى شن هم أحزابهم، يسوى شن هم منظماتهم، يصافى ويسامح وولهم. أنا سامح للناس كامل وطالبها تسمح لي، ويلا نفتح صفحة جديدة احنا كاملين
ونوقفوا ونرصوا الصفوف ونوقفوا وقفة رجل واحد ندافعوا عن موريتان بهذه محاولة الانزلاق بموريتان شور المجهول وشور الفوضى. ودعا برام نشطاء حركته إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة التي نظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مساء اليوم، شديدا على أنها ليست مسيرة المنتدى ولا المعارضة، وإنما مسيرة كل من يسعى لأن يسمع النظام أن سياسته التي وصفها بالمدمرة لن تصمد طويلا. إذن أهيب بالموريتانيين جميعا أنهم يتوجهوا كامل شعور مسيرة الشعب الموريتاني، مسيرة الشعب الموريتاني ما هي مسيرة إراء ولا هي مسيرة المنتدى ولا هي مسيرة حزب ولا منظمة ولا هي مسيرة شخص ولا شخصين، مسيرة جميع الموريتانيين اللي تنطلق يوم 29 أكتوبر. أعلنت كتابة ضبط الغرفة الجزائية باستئنافية وذيب أنها ستعقد جلسة جزائية يوم الاثنين المقبل في تشكيلتها الجنائية بمدينة الزورات عاصمة ولاية تير الزمور، وذلك من أجل مذول سجناء الخزينة وحركة إيرا أمامها. وكانت السلطات قد قررت نقل جلسات محكمة الاستئناف في حق هؤلاء السجناء إلى مدينة الزورات لتكون قريبة من مكان احتجاز السجناء، وذلك بعد أن كان مقرها في مدينة واديبو. وبحسب مصادر إعلامية في الزورات فإن السلطات القضائية قررت إجراء المحاكمة في قاعة مخصصة للمحاكمات في قصر العدالة الجديد شمال غرب مدينة الزورات. صرح المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقية بأن هذه القوات بدأت السبت عملية في غرب الموصل لقطع إمدادات تنظيم الدولة الإسلامية بين مدينتي الموصل والرقة معقل التنظيم في سوريا، وكذلك تضييق الخناق على هذا التنظيم في الموصل وتحرير تل عفر. المزيد من التفاصيل مع الزميل حدنو المبارك. بعد إعلان انطلاق عملية تحرير مدينة الموصل من مخالب تنظيم داعش الإرهابي، ما زالت قوات الحشد الشعبي العراقية تواصل مشوارها بالتقدم نحو المدينة، إذ قامت بفتح جبهة جديدة ضد عناصر التنظيم بالقرب من مدينة الموصل بشن هجوم واسع على مواقع الإرهابيين من الاتجاه الغربي. وقد أعلن الحشد في بيان له أنه بدأ التحرك في اتجاه مدينة تل عفر معقل التنظيم غرب الموصل. وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي إن هدف هذه العملية قطع الإمداد بين الموصل والرقة وتضييق الحصار على داعش بالموصل وتحرير تل عفر. هذا وقد قامت قوات الحشد الشعبي حتى الآن بتحرير 7 قرى ضمن المحور الجنوبي الغربي للموصل في ظل الهجمات المتعددة الأشكال والمواقع التي ما فتئة يشنها التنظيم إلى يومنا هذا على نطاق واسع في العراق. حدن المبارك الوطنية. ونتحول بكم الآن إلى جديد الأنباء الدولية مع الزميل المصطفى والعبد الحي. شهدت محافظات مصرية عدة موجات من السيول الناجمة عن الأمطار القزيرة مما أسفر وفق وزارة الصحة المصرية عن مصرع 18 شخصا وإصابة 65 آخرين. وأكدت الوزارة وقع حوادث انجراف سيارات في محافظة سوهاج وفي السويس، حيث أغلقت السلطات مينائي السويس والزيتيات بسبب اشتداد قوة الرياح وارتفاع الأمواج. وفي مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر قتل 4 أشخاص. استمرت الاشتباكات على الأطراف الغربية لمدينة حلب بعد أن أطلقت الفصائل المعارضة حملة بهدف كسر الحصار على الأحياء الشرقية للمدينة والخاضعة تحت سيطرتها. وقد تمكن تحالف جيش الفتح وغرفة عمليات فتح حلب من السيطرة على غالبية مناطق ضاحية الأسد جنوب غرب المدينة. أبدت شخصيات سياسية فلسطينية انفتاحا على الدور الروسي في عملية السلام وأشارت إلى أهمية ما يمكن أن تقدمه موسكو في هذا الإطار. يأتي هذا بعد إعلان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف استمرار بلاده بإجراء مشاورات مع الفلسطينيين والإسرائيليين لعقد قمة تجمع الطرفين.
بذلك نسدل ستار النهاية على مسائيتنا الإخبارية، عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. أحزاب المنتدى تلقي بثقلها في الساحة وتخرج في مسيرة راجلة. الحزب الحاكم يعد عدته للرد على مسيرة المنتدى في 11 نوفمبر. نقطة مياه تشعل فتيل الاشتباك في مقطع الحجار وتؤدي إلى إصابات في صفوف المتنازعين. سندباد الدبلوماسية الموريتانية يحط في عدة عواصم عالمية، وثمانية وزراء يخرجون في مهام رسمية. من أمريكا، رئيس حركة إيرا يهاجم النظام ويدعو الشعب الموريتاني إلى التسامح وفتح صفحة جديدة.